الانتخابات إلى حد الساعة تجري في جو من المهنية، جو من الأخوة والزمالة، ولم تلاحظ فيها حتى الآن شوائب ولا ملاحظة جوهرية ذات أثر. ونتمنى أن نهايتها تكون كبدايتها إن شاء الله تعالى، وأن تكون تعبير صادق عن إرادة المحامين. المحامين نتمنى لهم بعد التعبير عن إرادتهم الصادقة لنقيبهم ومكتبهم، أن إن شاء الله تعالى الفترة القادمة فترة بناء، فترة إعادة بناء الثقة فيما بينهم وفيما بينهم والمؤسسات الأخرى اللي عندهم بها علاقة. ونتمنى إن شاء الله تعالى أنهم يراجعوا أخلاقهم ومسلكياتهم، الأخلاقيات ومسلكياتهم إن شاء الله تعالى، وأن تكون فترة معناها ازدهار لهم. ما يتعلق بالرأي العام، الرأي العام كان عليه أن يظل بعيدا عن هذه الانتخابات، لأن الانتخابات احنا كنا اصلا ناخذ على النظام خاصه الحزب الحاكم انه يتدخل فيها. والسنه قرر واصدر بيانا انه نأبي نفسه عن هذه التجاذبات وعن هذه الانتخابات، وكان كذلك على راي المجتمع المدني الاخر هو بدوره ان ينأبي نفسه عن هذه الانتخابات. وكان علينا احنا كمترشحين وكمرشحين للنقباء الهيئة الوطنية للمحامين أن كذلك لا ندخل الرأي العام ولا نقحم الرأي العام ولا نقحم المجتمع المدني الآخر. أول ما تحتاج الهيئة أولا وقبل كل شيء أن الهيئة المحامين يتصادقوا مع أنفسهم ويعدلوا تشخيص وضعيتهم وتشخيص الأمراضهم ويجلسهم فيما بينهم بعد قاع، بعد ذلك التشخيص يوضعهم تحت حلول مناسبة لتلك الأمراض اللي شخصوا. معناها قضية عملية بسيطة، شن هي الأمراض اللي احنا نشكونها، شن هي الأمراض اللي تنخر فينا، شن هي الأمراض اللي جعلتنا اليوم في الوضعية اللي احنا فيها والتي لا نحسد عليها. هذه التساؤلات وهي الإشكاليات اللي احنا نعتبروها إشكاليات وجود إلين اللي نجد لها الحل احنا بنفسنا كمحامين، وهل عن الامور قد تطور ان شاء الله تطور ايجابي.